مساء الخير طلاب، اليوم المحاضرة الثانية للقواعد الجرامر للمرحلة الرابعة. اوكي، احنا شرحنا بالمحاضرة الاولى شنو هي الكلوز باترنز، شرحناها هم 7 انواع. اوكي، بعدها قسمناها، بعد خليناها من جمل. ايضا استخدمنا كيفية تحويل الصيغة من معلوم الى مبني للمجهول. اوكي، وكذلك قلنا الـ3 انواع هي للتحويل، اما من خلال الترانزليشنال سوري ترانسفورميشنال ريليشن شيب، التحويل يكون من خلال 3، اما باسيف فويس مبني المجهول او من خلال جوت، او يكون من خلال اللي هي بيكم اور بيكيم. اوكي، بخصوص جوت هناكم مثال، يعني شيء مهم هذا يحفظ نصاً كلش مهم، صفحة 170 سكشن 7 7، صفحة 170 خاص بقط. تتخلى لما نخليها بجملة. اوكي، لما تخليها في جملة يرجى التركيز، يعني اذا قال اريد جملة تحتوي اس في سي، تحتوي على قط او اس في اي اس في او، هذول 6 انواع، فلازم هذا تحفظ مهم. اوكي، اس في سي هي از جيتينج انجري. اوكي، شوف He is getting angry. S V C هذا V got أيضا صار verb، كل مكان ال verb بس الترتيب S V C S V A S V O. أوكي، هذا يكون الترتيب، خلوه بالكم، هذا حفظ صفحة 170 section 7 7. أيضا شرحنا ال close elements syntactically defined، هذا شرحناها، هذا كلش مهم، يعني يجيب لك جمل يقول يحدد لك الكلمات احتاجها، يقول يعني جد او اكتب الكلمات اللي تحت خط سينتاكتيكلي. اوكي، يحدد لك اياه، يقول اريدها منك صفات سينتاكتيكلي. هذا شرحناه المحاضرة السابقة لو تتذكروا، قلنا اول شيء السبجكت، بالنسبة للسبجكت شوف السبجكت الفاعل. اوكي، السبجكت الفاعل يكون اما noun noun phrase okay او يكون pronoun او يكون nominal clause. nominal clause نقصد بها الكلمات اللي يعني تحتوي على wh. okay، ايضا ياتي في بدايه الجمله، قلنا the initial and declarative sentence الجمل الصريحه، ويكون after operator لما يكون في جمله الاسئله. okay، بالنسبه للاوبجكت شرحنا object هو يكون نوعين، اما direct او indirect. indirect يسبق الدايركت، ايضا قلنا انه يجي على شكل noun noun phrase pronoun وغيرها، وقلنا ياتي بعده المفعول به، ويمكن ان ياتي في مكان الفعل ك passive translation sorry passive transformation. اوكي، الكومبلمنت هو يكون اما subject او object complement، شرحنا يكون اما noun phrase او adjective phrase او clause. اوكي، قلنا يكون مع الفاعل او مع الفعل، واضح. اخر نوع اللي هو الادفيربيال، الادفيربيال يكون هو يمكن ان ياتي على شكل adverb phrase adverb clause noun phrase or prepositional phrase. 4 انواع is generally mobile، يعني يكون دائما شائع. اوكي، optional اختياري، لكن احيانا يكون اجباري في جمل اللي هي SVA و SVOA، هو obligatory يكون اجباري، الإجباري لا يمكن حذفه من الجملة في صياغة الجملة SVA و SVOA. اليوم راح نكمل اللي هو Close Element Semantically Considered. خلصنا من Syntactically، موقعهم مميزاتهم شنية، الآن ننتقل إلى Semantically، راح يكون مختص بالSubject وأيضا مختص في الفيرب. أوكي، The elements have several، شوف هذا semantic role of subject. هسه بالنسبة semantically راح يكون للسبجكت، السبجكت راح يكون بينه 7 قواعد أساسية. أوكي، 7 وظائف أو قواعد أساسية. أول نوع أو أول قاعدة راح يكون agentive. الagentive اللي هو يكون الفاعل، فاعل العاقل. أوكي، فاعل العاقل يكون إما إنسان أو حيوان أو نبات، يعني نقول الأنيميت. هذا موضوع أخذناه بال في اللينغويستكس، يعني علم اللغة. أيضا في المرحلة الرابعة راح يكون بالشابتر التاسع. أوكي، شابتر التاسع سيمانتك.
الايجنت او ايجنتيف هي نفس الشيء، تكون في الفاعل جملة تحتوي على حدث، جملة تحتوي على حدث، والفاعل يكون ايجنتيف لما يكون عاقل. شوف لوك، جون اوبن ذا دور، جون اوبن ذا دور، حد جملة بحدث، فتح الباب. ايش راح يكون جون موقع؟ راح يكون ايجنتيف. اوكي ايجنتيف. لو ننتقل الى النوع الثاني instrumental، ايضا اخذناه من ضمن instrumental الاداه اللي اخذناها في علم اللغه الفصل التاسع. يقول شيء يعني شيء يفعل شيء، اوكي مع غير قصد. is express and waiting material cause of event، غير قصد يحدث شيء. the storm destroyed several houses، هذه اداه منو اللي دمر؟ storm اللي هي العاصفة، أوكي؟ العاصفة دمرت كل شيء. The storm instrument sorry destroyed every or several houses. هذا هو ال instrumental اللي هو الأداة. ثالث نوع اللي هو recipient. recipient اللي هو النوع المهم. The third semantic function is that of recipient. It means a person who receives something. A person who receives something. Recipient, it means person who receives something. Okay. This rule occurs with the verbs like have, own, possess, benefits from, see, hear, وغير أفعال. For example, Mr. Smith has given his son a radio. السيد سميث أعطى ابنه راديو. Thus, the son now has a radio, or the radio becomes his now. يعني أعطى شيء. Okay. Has given his son a radio. recipient إيصال، recipient معناها إيصال. أوكي مفهوم كلش، ما بأي صعوبة. Mr. Smith has given، جملة تحتوي على أحد الكلمة have has. أوكي أيضا من خلال الجملة راح تفهم إن هي recipient أو receive. a person who receives something. person who receives something، إعطاء شيء أو إيصال شيء. النوع الرابع اللي هو locative. locative it means or it refers to place. locative refers to place. تشير الى المكان. اعتقد التصوير مو واضح يعني. اوكي now it's clear. it refers to place. locative refers to place. this path is swarming with ants. هذا this path يعني معناته طريق. هذا الطريق، هذا الطريق. اوكي النوع الخامس من الـ semantically used for subject اللي هو temporal subject. temporal it means or it refers to time، إشارة إلى الوقت. temporal إشارة إلى الوقت، يعني يكون الفاعل وقت. tomorrow هو وقت، زمن، زمن هو وقت. tomorrow is my birthday. tomorrow your subject is verb، هذا يكون object. okay direct direct. واضح. نوع سادس eventive. eventive it refers to social activity، يعني نشاط جماعي، ما يكون مؤتمر او يكون اجتماع او يكون حفله او عرس او غيرها. اوكي the concert is on Thursday، الحفل راح يكون يوم الثلاثاء. شوف الحفل سيكون يوم الثلاثاء. لاحظوا الجمله eventive. eventive ليش؟ social activity، نشاط جماعي وحدث، حدث جماعي راح يكون. اوكي الحفل. واضح. empty or it, we can call it dummy. empty it. here the subject has no meaning. الفعل ما بينه أي معنى. okay. but it used as a filler. الفاعل راح يكون دائما it. هذه أبسط نوع. أبسط نوع. الفاعل دائما يكون it. it's raining. it's noisy here. it's getting dark. it's snowing. okay. الفاعل راح يحتوي على it. ونسمى empty، يعني حدد لك طاقة الجملة، خلال لك خط تحته. define this underline and what does it mean or it is semantically or syntactically. okay او يقول لك semantically هو يحدد لك اياه، بس ما راح يقول لك اياه نوع منها. semantically للسبجكت يكون سبع انواع. okay راح نختار empty لان معناها لان it الفاعل من يكون it يكون النوع empty. semantic roles of direct object. بالنسبة للobject أول شيء الaffective، الaffected
هو الاوبجكت عندنا يكون اما دايركت او اندايركت. راح ناخذ الدايركت اوبجكت. الدايركت اوبجكت اللي هو افكتيف افكتد بارتيسيبنت، المشارك اوكي المتاثر. A participant who doesn't cause the happening, daunting the verb by the verb, but it's directly involved in some other ways. For example, هذا many MPs. MPs اللي هو الوزراء criticized the prime minister, الوزير أو يعني الموظفين أو شيء يعني يسموه. انتقدوا the prime minister. شوف هذا شوف. But it directly involved in some other way. يشارك أحيانا في شيء ما. انتقدوا ذولا من أصل هذا. انتقدوا the prime minister. Okay. Locative object. Locative بنسمع locative معناها place. Locative it refers to place. يعني مفعول به راح يكون place. يشار إلى المكان. The horse jumped the fence. The fence هي اسم يعني مكان. Jumped over. Okay. The fence هي مكان. إشارة إلى المكان. نوع ثالث للأوبجكت دايركت أو الدايركت أوبجكت سوري affected object المتأثر. أوكي المتأثر أحيانا استخدام شيء يعني مفعول به الشيء متأثر هو الشيء الذي يشير إلى شيء موجود فقط بفضل النشاط الذي يشير إليه فعل. يعني شيء له علاقة بشيء من الأصل. أوكي I am writing a letter. شوف هذا النشاط نفس الفعل. هذا النشاط الناتج هو من نفس الفعل. يعني يكتب رسالة يغني أغنية. أوكي يعني الشكل شيء من أصل شيء. أوكي يشير إلى شيء موجود فقط بفضل النشاط الذي يشير إليه بالفعل. Bird invented TV. اخترع التلفاز. Bird invented TV. اخترع هذا الشخص Bird التلفاز. النوع الثالث اللي هو cognate object. It repeats, it repeats the meaning of the verb. تعيد المعنى للفعل. Sing a song. He laughed a big, a bitter laugh. شوف. Sing a song. هذا sorry verb. هذا object من الأصل. Cognate. Laughed verb. المفعول به object. شوف نفس الأصل. Okay. هذا يسمونه cognate object. بالنسبة للإنديركت أوبجكت، الإنديركت أوبجكت اللي هو راح يكون نوعين، إما ريسيبيانت أو يكون أفكتد. هذا الإنديركت مفعول به غير مباشر. ريسيبيانت اللي هو راح يكون I have. شوف its most typical function of indirect object is that the recipient for example animate يكون عاقل. Participant being passively جملة تكون في زمن الباسف مبني مجهول. Implicated by the happening or state. شوف الجملة. I have found you a place. I have found. Subject, verb, object. شوف object you. Passively. I have found you. New animate. عاقل. Okay. يعتبر recipient. نجي للنوع الثاني indirect. Affected. The indirect object has also the semantic role of affected. The indirect has also semantic role of affected. نفس ال affected مال راح يكون لل نفس ال sorry. The indirect object has also semantic role of affected. نفس الصفات مالته. I paid her a visit. هذا indirect. هو أصلا هذا her تجي عليها indirect. أوكي يعني بالأصل هي I paid her a visit. Indirect object, direct object. زين هذا indirect هو نوعين بينه إما recipient أو يكون affected. ما دام ضمير راح يكون affected. أوكي أو أيضا شغلة اللغة شوف. Sorry. شلون نعرف هذا affected وهذا recipient؟ لاحظوا. طريقة شوف سهلة. قلنا الـ her يعني نقدر نقول he is visit هو يزور he visit okay he plays هذا تعتبر هي طريقة لكن بالعلامة اللي you كأنيميت okay للعقل her مرات تكون للجماد okay فدائما هذا يكون her يكون يعني affected okay affected. بالنسبة لل complement subject و object complement للأسنجي لل subject يكون
يسمى subject complement نقدر نسمينه semantic rules attribute of the subject attribute okay attribute it can be إما current existing resulting ثلاث أنواع تكون okay current existing or resulting شوف the current or existing attributes occurred with stative verbs هذول اثنيناتهم يحدثون مع stative verbs مع الأفعال الثابتة for example he is my brother is هو فعل ثابت is am are was were stative verbs يعتبر he seems sad يبدو حزين فعل ثابت okay ماكو أي تغير بينما resulting attributes results from the event described the event and it occurs with the dynamic verbs resulting نتيجة هي أفعال dynamic متحركة أفعال حركية أو أفعال متحركة okay he became restless he became restless واضح عندنا ال semantic rules of object complement هسه قلنا ال subject complement بينه ثلاثة current existing و resulting current will exist current will existing هم يكونون اللي هي stative verbs resulting مادام resulting معناها نتيجة أو إنتاج اوكي راح يكون ويا افعال متحركه الدايناميك فيربس بالنسبه اما الاوبجكت كومبلمنت راح يكون بينه نوعين فقط اما كورنت او ريزلتنج الكورنت شوف كورنت اتريبيوت اي ايت ذا ميت كولد اكلت اللحمه باردا كورنت يعني حاليا يعني في هذه الفتره كولد اوكي شوف نحن شنو عرفنا هذا اي سبجكت ايت فيرب ذا ميت Object called complement. Meat is cold. The meat is cold. اللحم بارد. تعود لمن؟ تعود إلى object complement. Okay. Current يعني حاليا. بينما resulting شوف resulting راح أنت بس تعرف resulting راح تعرف اللغة عكسه. Resulting attribute اللي هو they elected him president. انتخبوه رئيسا. اوكي انتخبوه رئيسا نتيجه شوف نتيجه they elected شنو النتيجه الانتخاب اصبح رئيسا he subject verb object complement he is a president نتيجه صار اوكي هذا محاضره لليوم المحاضره القادمه المحاضره الثالثه راح تكون بالنسبه لموضوع الكونكورد اوكي لحد ما نوصل يعني ان شاء الله تعالى ان شاء الله تستفادوا من الفيديو ولو اليوم ما كتبت هوايه لكن يدوب يعني هو هم كدراسه عليا وايضا نفس الوقت هم يفيدكم انتم وانا اعتذر كلش يعني مقصر وياكم اشوفكم على خير في امان الله.